يقول انتشر التصوير في الحرم الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو، فهل من نصيحة وكلمة حول الذين اتخذوا التصوير وسيلة لتسجيل رحلة العمرة والحج؟ هؤلاء ما جاءوا للعبادة، إنما جاءوا للاطلاع، جاءوا للاطلاع والسياحة والله أعلم. وإلا لو كانوا جاءوا للعبادة لاشتغلوا بذكر الله والصلاة والطواف بالبيت واستغلوا وقتهم في العبادة. أما أنهم يستغلون وقتهم في المعصية فهذا حرمان مبين، ولا سيما المعصية في الحرم، نسأل الله العافية. والتصوير معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فهل يرضى هؤلاء المعتمرون والحجاج أن يكونوا يوم القيامة أشد الناس عذابا؟ نسأل الله العافية. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يكفوا عن التصوير، والواجب على المسؤولين عن عمل الحرام أعمال الحرام أن يمنعوهم من هذا العمل القبيح.